نرحب بكم أعزائي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حوارات ولقاءات خاصة. أعزائي المشاهدين الكرام، كما تعلمون أن الاقتصاد يقوم على ثلاث قطاعات رئيسية. القطاع الأول هو قطاع الصناعة، والقطاع الثاني هو قطاع الزراعة، والقطاع الثالث هو قطاع الخدمات بما فيه السياحة. لاحظنا في الفترة الأخيرة أنه في عنا انخفاض في يعني انخفاض حاد في موضوع الصناعة بسبب الأجواء المحيطة في الأردن، وأيضا في أسباب كثيرة منها ارتفاع كلفة الإنتاج مثل الطاقة وغيرها، وأيضا العمالة. يعني في مواضيع كثيرة لازم نناقشها ونوصلها للسادة المسؤولين حتى يفتحون أسواق خارجية، سواء شمال أفريقيا، يعني الخليج العربي، يكون في تعاون يعني من الجهات المسؤولة حول ذلك الموضوع. يسرني ويسعدني ويشرفني أن يكون معي سعادة رجل أعمال السيد فارس النتشة من مصنع الأهرام للصناعات الغذائية، وأيضا مصنع فارس النتشة للمكسرات الشرقية. بداية الله يعطيك العافية، وجهودك جبارة مشكورة يا سيدي. الله يعافيك ومرحب فيك وأهلا وسهلا. شكرا لك سيدي. يا مرحبا سيدي. يعني أنا حكيت عن الصناعة في البداية وحكيت أنها بتعاني، لكن أنت يعني قبل اللقاء أسلفت لي أنه هذا المصنع يعني وجد للتصدير. نعم. أمتى بلشت بهذا المصنع، وكيف كانت عملية التصدير قبل تسكير الحدود كامل؟ نعم. مبدئيا احنا بلشنا في هذا المصنع بمصنع صغير جدا، لكن من فضل الله فتح علينا التصدير للعراق ودول المجاورة. الحمد لله. الحمد لله. فكان تأسيس هذا المصنع لأساس التصدير الأصل منه. نعم. فكان إنتاجنا 80% منه تصدير. لأي سوق كان؟ لدول الجوار تقريبا، أكثر شيء العراق. أكثر شيء العراق. وبعد ما سكرت الحدود والأمور تحولت للأسوأ. والله منعاني كثير، لأنه السوق المحلي ما بيستوعب. السوق المحلي ما بيستوعب. طيب، يعني حجم الطلب على المنتجات الغذائية عم بيقل، ولا أنه في زيادة في المعروض؟ هو في زيادة في المنتج، لأنه كل المصانع كانت متجهة للتصدير بالأصل. بالأصل. فلما التصدير سكر صارت عكسية، فكل المصانع صارت إيش؟ توجه للسوق، توجه للسوق المحلي، فصار تخمة بالسوق، فالعرض كثير أكثر من الطلب، فهي مشكلة كبيرة. يعني مشكلة بتسبب لكم أيضا يعني بتكاليف الإنتاج، هاي بتوصل معكم طبعا. كصناعة الصناعة الغذائية، أنتم متخصصين في الشيبس هون. نعم. تحكينا عن صناعة الشيبس، المواد الخام، العمالة، الإشراف الإشراف الطبي عليها، أو الإشراف الرقابة الصحة عليها، يعني من A to Z، يا ريت توضح لنا طبيعة هاي الصناعة. والله أي صناعة مواد غذائية في الأردن هون بالذات في رقابة صحية عليها من جهات مختصة. وطبعا إحنا الأكثر إشي من نتوجه إليه إنه منتابع المنتج لما يكون عندنا في المصنع وينزل للسوق، منتابعه بعد شهرين ثلاثة أربعة، منحاول نلم عينات من السوق، منحاول نسأل الزبائن، يعني منتابع ما بعد البيع، يعني خدمة ما بعد. نعم. والحمد لله كل شيء تمام. طيب، عملية صناعة الشيبس راح نقوم بتصوير احنا المصنع بشكل عام. نعم. تحكي لنا عن مكوناته الرئيسية لمادة الشيبس. يعني في اصناف غير معروفة. نعم. في اصناف تجينا من برا. نعم. بدنا نحكي عن منافستها هاي للسوق المحلي. يعني انت مصنعنا قائم ما شاء الله بايادي اردنيه وايضا اداره اردنيه. المشكله عنا ليش ما بوقفوا الموضوع الاستيراد حتى ندعم المنتج المحلي؟ هو في الحقيقه مصنع الشيبس صعب ان اشرح لك اياه، لانه الشيبس عالم كبير، مصانع مختلفه وخطوط مختلفه. احنا هون بالاردن فينا ننافس في اي مصانع الشيبس اللي تختص في المواد الخام، لكن اللي بتختص في البطاطا الطبيعيه مثل الاصناف المستورده هي صعب جدا ان ننافس فيها.
لقلة مجال. موارد البطاطا طبعاً. يعني هم معتمدين على مورد البطاطا. 90% من المستورد بينافسوا فينا إنه بتكون بطاطا طبيعية. لأنه هون موارد البطاطا الطبيعية صعبة جداً. أو قليلة خلينا نحكي. لأنه الزراعة. الزراعة خفيفة والمي خفيفة. نعم. يعني في منافسة خلينا نحكي. في منافسة شديدة جداً وأكثر إشي في البطاطا الطبيعية. طب سيدي شو الحل؟ يعني خلينا يعني بلغة حوار هيك، شو الحل لهالأزمة اللي احنا فيها؟ انسى موضوع التصدير، والله هو الحل موضوع المنافسة. هو الحل ما بنحل بحلقة او بجلسة. لا يعني انت برأيك، يعني هو الحل الوحيد حاليا انه الاسواق اللي حوالينا تفتح، التصدير يرجع زي اول، والمنافسة تخف في السوق المحلي. هذا افضل حل بالاصل يعني. نعم، هذه اكبر مشكله من وجهها. هل تعتقد انه في واجب على سفاراتنا الخارجيه انها تسويق المنتج المحلي، تعريب الصناعه الاردنيه؟ والله ما اقدرش اتهمهم اتهام مباشر، لكن احنا بنشوف الوضع، يعني الشغله طالعه عن ارادتنا واراده غيرنا. اسواق يعني مثل افريقيا، اسواق مغلقه، اسواق الافريقيه ما بتنفع لنا لانه احنا الشحن غالي، سلعتنا ما بتتحمل شحن، كلفة الشحن ما بتتحمل شحن، لانه سلعتنا عبارة عن اكياس خفيفة فما بتتحمل شحن. طيب سيدي، يعني لو قلنا يعني امامك كمصنع للمكسرات الشرقية وايضا لمادة الشبس اللي بتتناولها كل بيت اعتقد. نعم. يعني انت خبير فيها، يعني شو بالذات الشبس، شو بتنصح الطفل الاب الام رسالة توعوية منك على باكيت الشبس لما يشتريه؟ بس يعني يهتم بالتاريخ. نعم، اهم شيء يهتم بالتواريخ تكون قريبة، ويبعد عن اي شيء فيه اصباغ صناعية، لانه هاي اطفال ما بصير ياكلوا شيء فيه اصباغ صناعيه. نعم. يعني بتعطي اللون. نعم، بتعطي اللون. يحاولوا يبعدوا اكثر شيء عن المنكهات. بيكون مكتوب عليه انه في اصباغ. طبعا، لانه في مكتوب عليه ارقام مسموح فيها، وحتى هاي المسموح فيها انا بفضل الاطفال ما ياكلوا منها، لانهم نعم. مسرطنه في المستقبل. مش مسرطنه، لكن هي بتتخزن في الجسم، بينما كل شيء طبيعي، بطاطا طبيعيه، نكهه طبيعيه، بيكون افضل كثير. يعني انا بنصح اي اب بده يطعمي ابنه شبس، يطعميه بطعم الملح فقط لا غير، او الملح والخل، اي شيء طبيعي مش ملون. الملون هذا مش يعني ممكن لا سمح الله بيسبب مشكله في المستقبل. اكيد طبعا. نعم. طيب لو امام الصناعه الان، شو اهم المشاكل والمعوقات والملاحظات امام الجهات الرسميه، امام القطاع الخاص؟ نرجع نحكي اهم المشاكل، التصدير. التصدير. نعم، والكلفة طبعا، كلفة التشغيلية عالية شوي في البلد. كلفة التشغيلية احكي لنا. والله منواجه في الطاقة كلفة عالية جدا، منواجه في العمالة، العامل الأردني معاه حق إنه ما يرضى يشتغل براتب خفيف، لأنه برضه عليه مصاريف، ولو بدك ترفع أنت راتبه ما يعني راح نسكر المصانع. هي المشكلة، يعني من الطاقة رقم واحد والعمالة رقم اثنين. طيب موضوع ارتفاع الطاقة، ما حاولتوا مع الجهات الرسمية انه بالفترة اللي احنا فيها هاي، بفترة اغلاق الحدود، انه خفضونا الطاقة شوي، اسعار الطاقة، حتى نستطيع ان نمشي على رجلينا شوي؟ والله انا بعتقد انه موضوع الكهرباء بالذات حطونا تعرفة خاصة، بعتقد هم نزلوها. نزلوها. ما بعرف النسبة لوين وصلت، 7.5%. اظني. لا احنا بنطالب اقل كمان. ما هو احنا بنطالب اقل، احنا بس يصير عندنا شغل وتصدير اهول من الشغلات هاي، وخليهم يطلبوا بدهم اياه. خليهم يطلبوا بدهم اياه، مفيش مشكله. طيب سيدي، احنا راح نقوم بتصوير المصنع ان شاء الله، مصنع الاهرام للصناعات الغذائيه، وايضا مصنع فارس النتشة للمكسرات الشرقيه. اهلا وسهلا. الله سبحانه وتعالى حبانا بنعمة الأمن والأمان. نعم، الحمد لله. وجسدها من خلال القيادة الحكيمة، الحمد لله، جلالة الملك الله يطوله بعمره. آمين. والشعب الأردني أيضا كان على قد ثقة جلالة الملك. نعم. نبذ الخلافات الداخلية، الوحدة الوطنية كانت عندنا خط أحمر. نعم. تماسكنا، تكاتفنا. نعم. فشو رسالتك لجلالة الملك وللشعب الأردني، وأخص هنا كمان جنودنا البواسل المرابطين على الحدود، اللي قاعدين بالصيف بالشتاء بالثلج، هم إحنا ننام هم سهرانين.
والله الرسالة راح تكون كبيرة كثير، أنا قدرش نعبر في لقاء زي هيك. لا يا سيدي معاك نعم. معاك الوقت كله. نعم نعم. بداية يعني نشكر جهودهم طيبة كلها نعم. للجيش الأردني والأمن العام، والله يخلي جلال سيدنا على رأسهم. آمين آمين. ويخلينا الأمن والأمان، فضل الحماية الموجودة، والشعب الواعي، وكلنا شعب واحد، والتحام الشعب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سيدي هل من كلمة أخيرة حاب توجهها عبر هذا البرنامج؟ نشكر جهودكم الطيبة أول شيء. شكرا لك سيدي. الله يبارك فيك. وإن شاء الله الأمور تتغير، وإحنا علينا عبء كبير والله، وبدنا غرفة الصناعة والتجارة والجهات المعنية نفسهم معنا يعني يكونوا بس إيش بجانبنا. ونشكركم إن شاء الله. إحنا راح نتواصل مع غرفة صناعة عمان، أعتقد زياد نعم. الحمصي نعم. هو العين زياد الحمصي نعم. هو رئيس الغرفة، راح نتواصل معه نعم. وإن شاء الله نشوف صناعة أقوى، وإن شاء الله إن شاء نشوف الله. شبابنا بيشتغلوا إن شاء الله، وإن شاء الله رب العالمين يحفظ هالأردن يا الله. آمين. الله يعطيك العافية. شكرا لك. شرفتونا أعزائي المشاهدين. طبعا رح نقوم بتصوير المصنع، وأيضا قبل أن أنهي لقائي مع السيد فارس راح يتحدث معنا شقيقه في لقاء خاص أيضا عن صناعتكم في جمهورية مصر الشقيقة. سيدي كل الشكر لك، يعطيك العافية، جهودك جبارة مشكورة. الله يعطيك العافية. شكرا، شرفتونا، الله يحييكم. دمتم برعاية الله. إياكم الله. Yeah.